مبدئيا كده الرجاله اللي يخش على الفيديو يصلي على الحبيب النبي عشان معايا مال يستاهل منك الصلاه على الحبيب النبي، وحسوه في عينك يا اللي ما تصلي على الحبيب النبي. معايا اول عجله بكريه، محدش هيصدق اللي هي بكريه، بس انا هفاجئك وافتح لك السن. اول قعود معايا جمل بقدته بينزل كل 100 سنه مره، ده براوي وبكار واللي عايز يصب الدور الثالث يا عم محمد، وبز وجن وخلف ومفيش من ده منوعات. صلاة الحبيب النبي بقارة وحياة صحتي، البهام دي محلوبة المغرب طبيعي. بكرية أول ولد هسلم فيه 13، كل حلبة ب10 كيلو وبقار، وهفتح لك السن. بص يا رجالة، البكرية اهي البراو سنتين بس اللي بينباس ده. بص استنى، صلاة الحبيب صلاة الحبيب النبي والبز اهو. ترمبات اطلع اطلع وقول له ربنا يقدرك على 83,000. بكرية اهي ومعاها دقة في الخشنة بتاعتها كده عشان ما نطولوش عليكم، السعر 66,000. صلاة الحبيب النبي بكرية. معايا تاني واحدة أمريكي بالشهادة، معاها دكا مونبليار. صلاة الحبيب النبي. اللبن 40 كيلو هسلم 35 كيلو والسعر 60,000. ربنا يبارك لصاحب النصيب. دي تاني واحدة، خمسة وتلاتين كيلو يا رجالة، معاها دكا مونبليار والسعر 60,000. ادي تاني واحدة، هنحطموا الاسعار، هنخلي ابو 80,000 ب 60,000 عندنا. صلاة الحبيب النبي. تاني واحد ب 60,000، عاوزك تعلم معاك السعر وتميز. 35 كيلو تسليم معاه عجل مونبليار، ادي كده اتنين. صلاة الحبيب النبي. تالت واحدة معاها عجلة استراد بالشهادة، ما كسرتش الله 4 سنان، ودبلة الألمان اهي، ورا ذكر ب 15، ورا ذكر يعني بشاري وبيع فيه يا رجالة ب 13,000. اللي عايز يسيب ابنها ب 13,000 انا خدامه اهي. تاني ولد واللبن 40 كيلو ومعاها ذكر ب 13,000. الفزاز جماسي، صلاة الحبيب النبي. الفزاز جماسي والسعر يا رجالة 63,000. تعالى هنا يا عم محمد كده اهو، استراد وبنقعد تحته. والبز كده، البز عامل زي الخيارة، في استرات كده، شد القماش كده بقى اهو يلا الناس تفكر لحم. يا اما بطيخ واحد، انا مش هحضر بهايم لغيري عشان اتعب بهايم دي، مش هحضر بهايم لغيري. تالت واحدة بكام؟ 63,000 واللبن 40 كيلو ان شاء الله من عند الله، ومعاها ذكر ب 13,000. اللي عايز ياخدها لبن يا رجالة ويسيب ابنها ب 13,000 انا خدامه. صلاة الحبيب النبي. تقف عليها لبن ايه؟ 50,000. معايا بقى مدرعة، اللي عاوز يطنب اللبن، اللي عاوز يحلب 40 كيلو مش هنقوله 66 كيلو و60 كيلو، اللي عاوز يحلب 40 كيلو تسليم من عند محمد ساعد تسليم. 45 كيلو هسلمك 40 كيلو على الميزان، مش هنقوله 60 ونسلموه 45، هنسلمه لعجله البقر دي جيب بوت فور، هنسلمه 40 كيلو. ان خست عن 44 كيلو من حقك تجيبها لي، انا هسلم 40 كيلو بس. بس اللي يجي يشتري عربيه البقره دي يجيب عربيه لبن معاه. صلاة الحبيب النبي. الاتنين دمت على بعض يا رجاله من مزرعه واحده. معايا عجله بكريه ايه من اللي مفيش كده في العالم، بقارة معايا يا معلم، معاه دكتور يا معلم. اللي يفهم في انوثة البقر بقى يا رجالة يحج البز ويحج الصنف. البز المكعب تكعيب اللبن مش تكعيب العنب، تكعيب اللبن. صلاة الحبيب النبي. بالعجلة عاملة ازاي يا عم محمد؟ بالالوان الطبيعية وفتحة العجلة
ربع واحدة بالألوان الطبيعية. اصلب عينك اللي بتصلي على النبي. صلاة الحبيب النبي محمد. المصحف ده عزل ل 100,000 واحد. ادعمنا على سوق مواشي الحلاب باللايك وبالصلاة على الحبيب النبي عشان ننزل لك كل يوم من ده. بنغيب نغيب ونرجع ونجيب. صلاة الحبيب النبي. بكارة. إن حد طلع لك فكتور محافظة الغربية بكارة بهذا النظام هبطلها. اطلع ربنا يحميك من شر عيني. صلاة الحبيب النبي. يا معلم تعالى يا ابو، هو انت داخل في الستين والسبعين والتمانين ما معكش بحاجه في 47 ولا ايه؟ صلاة الحبيب النبي. عايزك تحج العده. لا عاوز يفتح مصنع البان بقى يا باب النبي. عايزك تحج والنبي قول له اشتري الحلوه واقعد في ريحه. صلاة الحبيب النبي. ربع واحده رجاله 40 كيلو زي اختها، يبقى معانا تالت عرض اتنين في واحد، هسلم فيهم 80 كيلو لبن. مش عاوزين كلام في الفاضي، 100 كيلو و110 هسلم 80 كيلو فعلي. ادي عجله ايه؟ وضع عربيه اللبن ايه؟ صلاة الحبيب النبي. والسعر يا رجاله في الاتنين 135,000. صلاة الحبيب النبي، صلاة الحبيب النبي. يعمل بيتك يابا وتجيب لي كل يوم من ده. يعمل بيتك يابا وتجيب لي كل يوم من ده. شد القماش كده، شد كده. صلاة الحبيب النبي. بس عايز اقول لك على حاجه يا عم محمد، اللي يجي ياخد بقره من دوم وما تجريش ورا خلافه ما يدفعليش فلوس. يا رجاله احنا بنفرجوك على المال اهو من غير خلف، عشان البضاعه ياما والخلف هيبهدلنا. البقره دي بخلف اهو، اي بقره بخلف فيه. صلاة الحبيب النبي. وجيرك وراه ما تدفعش. خمس واحدة لأجلة البقر ده. خمسة وخمسة في عينك ياللي ما تصلى على الحبيب النبي. معايا عجلة واخدة جنس البقر كله، المناعة العالية مش هنقول هولشتاين صرف بنت الاستقرار. اللي هتديك أقل من هولشتاين 5 كيلو، وهتديك المناعة أعلى من هولشتاين 5 بونت. من ده. أهو. بتاع الصيف والشتاء ابو بوز يمامي. بص ابو بوز زصمه، كل واحد ولربط بقره دي اللي بيروح ويجي وبيسمع الكلام. ابو حكمه ده من ده. صلاة الحبيب النبي عشان الطعام بفلوس، والسعر فيك زي الخليط. السعر في العجله ده زي الخليط يا رجاله. الخليط النهارده ب 57,000، انا هنزلك ب 57 الا 100 عشان تبقى اقل من الخليط. عشان المركز عندنا عنواننا يبقى زي الخليط بسعر الخليط. خمس واحده اهي. 57,000 الا 100 عشان تميزها عن الخليط. سادس واحده بقى. مونبلياه. عجله مونبلياه بحكمه. واللبق 25 كيلو. ومعاها دقة. وحياة النبي لا تصلى على الحبيب النبي. والسعر يا رجالة 47,000. العجلة البقر ده اللبن 12 عرض، والسعر 57,000. 47,000. والله ما في حاجة ب 47 في السوق. احنا عاوزين نخلي اللي معاه 47,000 يجني بقر. اهو. اهو. ترمباء 47,000 ومعاه دقة كاسة ست سنات تنويلت. صلاة الحبيب النبي. سبعة واحدة يا معلق. عجلة أمريكي معاها دقة. معايا سبع واحدة رجالة قنبلة. أنا هقول لك بقى حاجة قنبلة. حزين يا اللي مراتك وحشة. البيز الاسمر ومواصفات، ودي بل الاستراد يا رجاله امريكا عشان اللي مستورد بام يعرف. دي بل الامريكا ايه؟ حزين يا اللي مراتك وحشه. ومعاها دقة مونبليار. واللبن 40 كيلو. اللبن في عجله البقر ده 40 كيلو. والساعة 60,000. صلاة الحبيب النبي.
نيجي بقى لتفاحة الموسي 2024. صلاة الحبيب النبي. خد 2024. خد الحكمة والنبي يا ضياء واسحبها كده يا ضياء. وحياة الحبيب النبي. ما تصلوا على النبي. من قلبك أهم حاجة. وأهم حاجة يكون من قلبك. عشان معايا بقى أسلم فيها 55 كيلو لبن يا رجالة. والسعر معدي 100,005. يا باب النبي. دي مش هنقوله على سعرها للي حكيها. يا باب النبي. زي ما المعلم حكاها واشتراها. صلاة الحبيب النبي. وكل البقر بقر يا ولاد. وفي من دي صلاة الحبيب النبي محمد. خمسة وخمسة في عينك يلا ما تصلى على الحبيب النبي. العجلة معدية الدور الرابع يا ولاد. صلاة الحبيب النبي. الكاميرا مش جايبة ولا بوز ولا طيس. هصور كل حتة فيك في جزء. صلاة الحبيب النبي محمد. التسليم 55 كيلو وخمسة وخمس ماسة في عينك يلا ما تصلى على النبي. صلاة الحبيب النبي محمد. الكاميرا مش جايبة حاجة. اللي عاوز يجي يحج ايه؟ الكاميرا مش جايبة حاجة. حدوه من اهو ومن اهو. ست سنات وخمسة وخمسين كيلو. حالة من النوادر الرجال. دي حالة من النوادر. صلاة الحبيب النبي. ابو ضر مشمر اهو. العنوان بتاعنا. ايوه الشين اوتيل الغربيه من اللي بينعر على خلف اهو. من اللي بينعر على خلف اهو. رقم التليفون 010 90 60 97 17. واللي يصلي على النبي يكسب.